بلشنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم زي ما حكينا بنشتغل على مراجعة، لساتنا من راجع، فخلينا نشوف مثلا أسئلة نهاية الوحدة تاعت التكامل. يلا مين يبلش معي بالسؤال الأول؟ الأول صار تساوي صوتك مخنوق يا إيميلي، مش طالع صوتك. إذا إحنا هون لما بنشتق بنعمل صاد فتحة أو دال صاد دال سين، حكينا شو بيسوي بالتكامل؟ ايوه، بنشطب التكامل، بس مجرد التكامل والمشتق عمليات عكسيه لبعض. فشو الجواب؟ بس. طب وهذه شو بيطلع جوابها؟ نفس الشيء؟ لا مش نفس الشيء. ب، ايوه، صارت فتحه تساوي صفر. ليش؟ لانه هذا المقدار شو ما اشتقيته، او عفوا ايش ما كملته، راح يطلع ايش؟ ثابت. يعني صار عبارة عن ثابت. اشتق الثابت شو بيطلع الجواب؟ بيطلع صفر. إذا هذا مشتقته صفر. اللي بعديها ايش صارت فتحة هون؟ نفس مشتقة التكامل. إذا هون شو بنسوي؟ بنلغي بس إشارة التكامل من هون وبنشيل الدالسين. مثل هون صار. رأي شو جوابها؟ انتوا مش عليكم اللغتين، بس حتى لو مش عليكم شو جوابها هاي؟ صاد فتحة تساوي صفر، لأنه هذا راح يطلع ثابت بالأخير. طب هاي مش عليكم، هاي مش مطلوبة، وهاي مش مطلوبة، لا، وهذه كمان مش مطلوبة. الآن بلش من هون، هذول لغوهم في المناهج الجديدة، لغوهم. إذا كان قاف سين يساوي تكامل يعني لسين في اثنين ناقص سين تربيع دال سين، فجت قاف فتح على الاثنين. طيب بكامل، والجواب اللي بيطلع شو بسوي فيه؟ بشتقه. شو رأيكم أسوي هيك؟ لا مش خطأ، هو خطأ مش خطأ. بس طويلة. بنشتق الطرفين، بنقول قاف فتحة تساوي هاي تكامل، وبنعمل هون ايش؟ ايوه واضح صوتي لا يذهب الآن، واضح؟ هلا واضح. في كان واحد مشوش، مش من عندي التشويش. اوكي، اذا اتاكدت اني اشتق الطرفين، ساعتها بقول س تساوي س في 2 ناقص س تربيع. هيك بكون انا خلصت اموري تماما. بده قاف فتحه على 2، بنعوض 2، هي عباره عن 2 في 2 ناقص 4 هي 2 في سالب 2، بيطلع الجواب سالب 1. في احد عنده مشكله في الحسابات؟ لا تمام. في احد عنده مشكله في الحساب؟ لا تمام. تمام. طيب نشوف السؤال بعده. نجد التكاملات الاتيه. طبعا في تكاملات مش مطلوبه منكم، اللي تعات اللي فيها لوغاريتم وما لوغاريتم، وهذا مش عليكم، بس احنا اللي بنقدر نحله بدنا نحله. بس انا بقول لكم اللي بيطلع اللوغاريتم، بقول لكم هذول مش مطلوبات منكم. اما اللي ما بيطلع اللوغاريتم بدنا نحلهم. يلا اول وحده نرفع الجذر تقول س تربيع ناقص 7 س. يعني ايش اكتب المساله؟ نقلين المساله من جديد. اها. نقول تكامل س تربيع ناقص 7 س. أيوة. ناقص سين أس الثلث أس سالب ثلث. ناقص مش ناقص، ضرب. ضرب سين أس سالب ثلث، لأنه الجذر التكعيبي للسين هو عبارة عن سين أس ثلث، ولأنها بالمقام نرفعها لفوق بصير أس سالب ثلث. طيب بعدين ايش تعملي؟ الآن سين نضربها في سين تربيع وفي 7 سين دخلها، يعني بتدخلها هيك توزيع. يلا وزع يا شو. بكون 7 س تربيع ضرب س سالب ثلث.
أول شيء سين تربيع، كيف بدك تضربيها بسالب ثلث؟ شو بنعمل بتصير يعني؟ خمسة على ثلاث. كيف طلعت ياها؟ ايش خمسة على ثلاث؟ لأنه اثنين ضرب واحد أس سالب واحد على ثلاث في الضرب تجمع الأسس، تطلع في ثلثين. تجمع الأسس، هيك أصلاً القانون في الضرب تجمع الأسس. فهون تطلع احنا ثلثين. مضطرين نوحد مقامات، بالضبط، مين اللي قال توحيد مقامات؟ صح. فبصير هون 6 ناقص 1 اللي هي عبارة عن سين أس 5 على 3. إذا هي صارت سين أس 5 على 3 ناقص، يلا كيف بدنا نسوي 7 سين؟ بصير 7 سين أس سين أس 1 ضرب سين أس سالب ثلث، يعني سين أس 1 ناقص ثلث اللي هي سين أس ثلثين، صح؟ يعني هاي بدكم تعملوها حسبة على توحيد المقامات، أو كل واحد زي ما هو فاهمها، يعني كيف بيعمل عملية الجمع؟ تمام. توحيد مقامات وبيطلع الجواب. طيب بعدين لسه ما خلصنا. مكمل مكمل مكمل، يلا بتصير سين أس 8 على 3 ضرب 3 على 8. 8 على 3 ضرب 3 على 8 زائد ناقص ناقص ناقص، هي ناقص بنحط ناقص، لو زائد بنحط زائد. 7 سين أس سالب 5 على 3 ضرب 3 على 5 ضرب 3 على 5 زائد جيم، لازم تحط زائد ثابت التكامل. الآن نرجع المعادلة مثل ما هي. خلص، لو تركناها هيك شو رأيك؟ عادي، تبسيط. لو كان احنا مضطرين للتعويض مضطر ارجع كل شيء لوين؟ لجذور. يلا اذا هاي اول وحده، هاي مبينه اصعب وحده شكلها. با با تكامل تكامل 6 سين اس 5 اللي هي 6 سين اس 6 على 6 زائد جيم، يعني سين أس 6 زائد جيم. لاحظوا كيف سهلات، يعني مش الأسئلة الصعبة، يعني على السريع. يعني أصعب واحدة كانت ألف اللي فيها يعني شوي حسابات. طيب هاي هاي نوزع، نقول سين سين تربيع ناقص 2 سين زائد 2 سين ناقص 2 سين زائد 2 سين زائد 4، ولا ناقص 4 ناقص 4 ناقص 4. عندك 2 سين مع 2 سين تشطب، إذا صارت المسألة كأنها تكامل سين تربيع ناقص 4 دال سين، هيك المسألة صارت. يعني بعد ما فكينا الأقواس صارت هيك المسألة. شو بنعمل بعديها؟ بنكامل. خلص بنكامل، سهلة. طب هاي؟ هاي نخرج نطلع الجدول فوق. لا لا، رقم دال. من بنفكها؟ بنفكها. هاي 3 سين زائد 2 على 3 في 3. 3 سين زائد 2 أس 3 على 3 في 3، مش اللي جوا خطي يا ماجد؟ اللي جوا خطي ما في داعي تفكها. تمام. ولو كانت تربيع بعمل فرض، بقول فرض صاد. تمام. يلا ها. هذا تكامل بالتعويض. بالضبط، لأنه اللي جوا هون مش خطي. سين تربيع ناقص، لما نقول نفرض ان ص تساوي سين تربيع ناقص سين دال ص على دال السين، ايوه 2 سين ناقص 1 ودال السين تساوي دال ص على 2 سين ناقص 1. لاحظ هاي نفسها نفسها هاي. طبعا هاي اسمها التعويضه تبعتي، الان نعيد كتابه السؤال بدلاله ص. 2 سين ناقص 1 ص اس 5 في دال ص على 2 سين ناقص 1. نختصر، بصير تكامل صاد أس 5 دال صاد، صاد أس 6 على 6 دال جيم. ضايع الخطوة بس، هنا نرجع الصاد إلى أيوة، رجع صاد لأصل. انتهى السؤال. هذا يعني يعتبر سؤال كبير، بجيبوا عليه 10 علامات 12 علامة، مش قليل يعني. فعلا. طيب اللي بعده هذين ايضا تعويض، ايضا تعويض. يلا اذا نقول هيك سين تربيع، سين تربيع تعيب زائد واحد اس سالب نص، وبنفس الاسلوب بنعمل. يلا نفرض صاد، مين نفرض صاد؟
اللي هي س تكعيب زائد واحد يا ص تساوي س تكعيب زائد واحد د على ص تساوي ثلاثة س تربيع، ومنها د س تساوي د ص تساوي ثلاثة س تربيع. يلا نكتب تكامل س تربيع تكامل س تربيع ص أس النص د ص على ثلاثة س تربيع. س تربيع بس تربيع تختصر، الثلاثة بتطلع برا بتصير تلت، وتكامل سادس نص دال صاد قديش؟ صاد واحد على اثنين ضرب اثنين على واحد زائد جيم. بعدين نرجع الصاد إلى أصلها جذر إير. لا صاد أصلها سين تكعيب زائد واحد. هيك خلص السؤال، بس ضايل خطوة إذا بتحبوا للتبسيط نعملها جذر س تكعيب زائد واحد. حولها جذر. بس يعني إذا حولتها جذر حولتها أو ما حولتها أنت وصلت للحل. إن حولتها أو ما حولتها أنت وصلت للحل النهائي، لأنه ما قال إنه بده يبسطها أو بده يعملها بطريقة معينة أو بده إياها بشكل. لكن أنا لو كان تكامل محدود، لو كان تكامل محدود كان شو عملت؟ إن كان كنت مضطر إني أحولها لأنه بقدرش أعوض. طبعاً هون عندكم هاء والسين، وهذا كله سؤال هذا مش عليكم، وهذا كمان مش عليكم، وهذا مش عليكم، هذا عليكم. هذا تكون هذا عادي إنه طلع سين تربيع زائد سين هي تكامل بالتعويض. بس في مشكلة قبل، إحنا ما أخذناش واحد على جهة تربيع كيف نكاملها. يعني ما اخذنا جهه التربيع في المقام، احنا اخذنا تكامل، احنا كل اللي اخذناهم تكامل الجيم س سالب جتا س، وتكامل الجتا س هي جيم س زائد جيم، وتكامل القاطع تربيع س هذول بس اللي اخذناهم وظل س صح؟ ظل س طب هاي جهه التربيع كيف بدي احلها؟ ما اخذناهاش. طب جهه التربيع نبقيها في البسط يعني نتركها؟ هاي صراحه مش عليكم، يعني هاي مش مطلوبه منكم، هاي مش مطلوبة منكم، لأنه واحد عجتها تربيع ولا مطلوبة منكم؟ قاطع تربيع سين، تبغوا المعلومة ولا ما بتعرفوها؟ القاطع تربيع هي مقلوب الجتها تربيع، أو القاطع هي مقلوب الجتها. فإذا معناته أنا قبل ما أصير أسوي تعويض وما تعويض بدي أحولها لصورة أنا بعرفها، اللي راح تكون تكامل 2 سين زائد واحد في قاطع تربيع سين تربيع زائد سين دال سين. الآن ببدأ التعويض، لأنه أنا اللي بعرفه تكامل قاطع تربيع بيساوي ظل سين، بس هذا اللي يقدر أجاوبه. إذن لازم أوري القاطع تربيع يبين عندي بالأول، ما بين ما أقدرش أحل السؤال بالنسبة لكم، يعني قصدي اشتق الطرفين هسه صار التعويض، ومنها دال سين على 2 سين زائد. هذا مجرد تعريف يا إيميلي، انه واحد عجتها تربيع وقاطع تربيع. تمام. احنا ما اخذنا الجتها تربيع لما تكون في المقام كيف نتعامل معها، لا بل اخذنا ان بنحولها لقاطع تربيع وذات ست. فصارت هون 2 س زائد 1 قاطع تربيع ص د ص على 2 س زائد 1. اختصر صار التكامل قاطع تربيع ص د ص اللي هي ظل ص زائد ج، رجع ص لاصلها اللي هي س تربيع زائد س زائد ج. بكون انتهت المسألة. أتوقع يعني مسائل الكتاب توجيه أصعب، يعني المرة الماضية اللي حليناها أسئلة التوجيه ما كان فيها الصعوبة، كان أسهل بكثير. ما بدنا نحلن كلهن، أتوقع كلهن سهلات، بس أنا بقول كل محذوف عليكم، مثلا ها مش عليكم، واو مش عليكم، هذول اللي بحكي عليهم مش عليكم، هاي كمان مش عليكم، لا عليكم، لا هاي عليكم. دال تقدر تحلوها، وزين تقدر تحلوها. العدد النيبيري أنا بدي أعطيكم عدد صعب. أيوة بدي هاي با حدا يحل لي إياها، با اللي صعبة والله. هذه لم نأخذها. لا بدون ما تأخذيها، أخذتيها مبلا، أخذتيها. العدد النيبيري هو عدد ثابت. شو العدد النيبيري؟ عدد ثابت. عدد ثابت زي الباي، زي الخمسة، زي العشرة،
هي مجرد عدد ثابت، بس هاي المعلومة الوحيدة بدي أعطيك إياها بس، ما راح أقول لك غير هالكلمة. كيف بدنا نحلها هاي؟ بتعامل معها زي تعامل مع أي يعني تكامل لعدد ثابت. يعني إيش تكامل 5 دال سين؟ 5 سين زائد جيم، صح ولا لا؟ يعني هاي حلها ها سين، ها سين والحدود من 1 ل 4. بنعوض اول مره بالحد الاعلى بعدين بالحد الادنى، فبصير 4 ها ناقص ها ويساوي 3 ها. انتهى السؤال، مجرد تكامل عادي يعني. اوكي بس يعني انها على ثابت. طيب مين ايش تختاروا من هذول الاسئله نحله؟ جيم جيم جيم، نحل جيم. ماشي جيم، يعني كل سهلات، انا مش شايفين ولا شيء صعب صراحه. فانتوا شوفوا اللي بتشوفوه يعني بحاجه ان 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 نعرض حله، نعرض حل. اللي باقي يعني اتوقع بسيطات مش هالشيء العظيم. يا شو بدكم تسووا هون؟ اول خطوه لازم تعملوها نكمل الطرفين. ما فيش طرفين، هو طرف واحد، ما في يساوي. إيميلي يقول طرفين في يساوي، فيش يساوي عندك. إذا بدك تقلي حولوا كل شيء لأسس، حول كل شيء لأسس، بصير هاي سين أس سالب نص ناقص سين أس سالب اثنين ناقص سالب اثنين دال سين، صارت مسألة عادية. فبصير هاي سين أس نص ضرب اثنين على واحد ناقص سين أس سالب واحد على سالب واحد، والحدود من 4 إلى 1. شيكه هون لاني مضطر اعوض، فمضطر ارجع الاسس السالبه والاسس الكسريه لاصلها. فهي عباره عن 2 جذر س زائد، لانه سالب في سالب تعطي موجب 1 على س بحدود من 4 الى 1. بعدين بعوض تعويض بالحد الاعلى، بالاول بالواحد، 2 جذر 1 زائد 1 على 1 ناقص 2 جذر 4 زائد 1 على 4. نعم استاذ، هذه حدين يعني لازم كامل الطرفين. ما في طرفين، يعني كلمه طرفين كامل يعني من كامل سين. بصير بصير، يعني انت بدك اياها تنعمل هيك، يعني 4 الى 1 لسين اس سالب نص دال سين ناقص تكامل من 4 الى 1 لسين اس سالب 2 دال سين. مش لازم تقصديه، ما بتفرق خواص التكامل، يا بكاملهم كلهم كأنهم كتلة واحدة لأنه جمعوا طرح اللي بينهم، أو بفصلهم. طب ما فصلتهم أنا وكاملت عادي هيك، شو مشكلة؟ ما في مشكلة، نفس الإجابة راح تطلع، نفس الإجابة 100%. هسه هون 2 في جذر 1 اللي هي 2 زائد 1 ناقص جذر الأربعة 2، 2 ب 2 4، 4 زائد ربع. فبصير بس عملية حسابي الآن، هو هيك ترى في التوجيه لهون بتاخذ علامة كاملة. 2 زائد 1 3 ناقص 4 وربع. سيبوها بالبلدي. 4 وربع جيب منهم 3، قديش بضل معك؟ بضل معك ليرة وربع صح؟ 1 وربع. خلص خلصنا الحل. اللي بدك اياه ايميل بتشتغل على هاي الطريقه، نفس الشيء ترى ما راح تشتغل معاك، يعني اطلع لك نفس الجواب. المهم ما تغلطيش بالحسابات بس، لانه من خواص التكامل المحدود من حقي اوزع التكامل. اما انا الجواب، انا الجواب بيطلع معي مع تكامل الحدين سالب 3 على 4. سالب 3 على 4 كيف؟ من كملت الحدين اول شيء، كملت لا ثاني احسبها. خلي لنا هاي موجودة عشان ما نمسحها، نقارن الإجابات ونشوف اللي هون. هون شو راح تطلع معاك؟ سين أس نص في 2 والحدود من 4 إلى 1. أنت إيش حطيتي برا، ناقص ولا زائد هون؟ ناقص. طيب ناقص، وهون بدنا نكاملها، شو بتصير هاي؟ سين أس سالب 1 على سالب 1، والحدود من وين؟ من 4 إلى 1. هسه هاي لحال 2 على 1، 1 على 2 ضرب 2 على 1. كيف؟ 1 على 2 التكامل بصير ضرب 2 على 1. 2 على 1 ما هي 2.
يعني شو 2 على 1 يا امل؟ 102 يعني 2 على 1 مش هي نفسها 2؟ خلص 2 حطيتها 2 بس كمل. هسه بدنا نرجع لهذول الى ايش؟ الى اصولهم، الاس الكسري والاس السالم ما بدنا اياها يعني. فبصير 2 جذر س حدودنا من 4 الى 1 ناقص هون سالب 1 على س. صح هيك كلامي؟ صحيح تمام. يلا الان بدنا نعوض، بدنا نعمل لهي تعويضه لحال ولهي تعويضه لحال، مش هيك هي الطريقه؟ يلا هات نعوض. هاي الاولى بدها قوسين وبينهم ناقص، ناقص هاي لحال. انا قبل ما اعوض اتاكد اني بكتب صح، وهون بدي اعمل قوسين وبينهم ناقص، مظبوط كلامي هيك؟ يلا هات نعوض. عوض بواحد، اثنين في جذر الواحد، جذر الواحد واحد، اثنين في واحد اثنين، صح؟ تمام. اذا هذا كله يا طلع ايش؟ او نكتب اذا بدكم بالتفصيل، ها اثنين جذر واحد، هذا التعويض بالحد الفوقاني، ناقص اثنين في جذر اربعة. هسه بنحسبها لحال كمان تحت، هسه بعملها حسبي لحال، تمام؟ اوكي يلا نكمل على الثانية. هون راح نعوض اول شيء بواحد بصير سالب واحد واحد، وهون سالب واحد على اربعة، تمام هيك؟ يلا نعمل الحسبة. هون شو راح يصير القوس الأول؟ اثنين اثنين ناقص أربعة، اثنين ناقص أربعة، ليش؟ سيبوها أشوف بحكي صح أنا ولا لا. صحيح. يلا ناقص جذر الأربعة اثنين، اثنين اثنين أيوة اثنين اثنين أربعة، هون ناقص واحد زائد ربع، لأنه ناقص ناقص، هون شو بعطيك إيه؟ سالب موجب. يلا اثنين ناقص أربعة سالب اثنين، ناقص سالب واحد زائد ربع بيطلع سالب واحد وربع. لا كيف يا جماعة؟ سالب موجب بدك تطرح ثلاث أرباع. توحيد مقامات، بدون توحيد مقامات، توحيد مقامات وبجمع. سالب اثنين زائد ثلاث أرباع، مش هيك؟ واحد مقامات نحطها 2 على 1 ضرب 4 ضرب 4. ايوه قديش بيطلع؟ بتطلع سالب 5 على 4. سالب 5 على 4، مختلف الجواب صح؟ نعم. شو رايكم؟ وين غلطت انا؟ لا ما اختلف، لانه لو ضربنا هناك وجمعنا بتطلع سالب 5 على 4. نفس الجواب يا ستي. وهي اصلا عباره عن 4 في 1 4 زائد 1 5، اذا سالب 5 على 4 نفس الجواب. يعني كلا الحلين صح. تمام؟ انت ما تطلع على الجواب النهائي انه شكله مختلف عن الشكل هذا، هو نفس الشكل، هو على فكره نفس الجواب. فكلا الطريقتين ايش؟ صحيح. صحيح. واصلا على الخواص، احنا اخذناها من خواص التكامل المحدود، من حقي اوزع التكامل. فمن حقي اذا ليش لا؟ طيب سؤال ستة. سؤال ستة ايش المشكلة في سؤال ستة؟ ناخذ هذول كلهم على الخواص، هذول كلهم على الخواص، مسألات جدا ما فيهن شيء. الأولى مين يقول لي شو جوابها؟ كيف بنحلها؟ هاي سالب ب زائد 3 سويهن سويهن ببعض، ليش؟ لأنه الخاصية اللي أخذتها هي الخاصية، شو بتقول؟ تكامل من الف لالف ان شاء الله بيساوي تحت. ايوه يعني كان الحد الادنى بيساوي الحد الاعلى بيكون التكامل النهائي صفر، يعني ب تربيع زائد ب لازم يساوي سالب ب زائد 3. ضبط الامور، جيب الب لهون لانها تربيعيه لازم تصفرها، زائد 2 ب ناقص 3 يساوي صفر. حلل بابا بابا 3 1 زائد ناقص، اذا اما ب تساوي 1 او ب تساوي سالب 3. خلاص هذول الحلين بس. انتهى السؤال. هذا سؤال مين؟ سؤال 6. سؤال 7 على الاضافه هذا صح؟ نعم. ليش طبعا كيف عرفت انه على الاضافه؟
لأنه اختلافات لأنه عندي ثلاث أعداد، ركز على الحدود، عينك على الحدود. هون شو مكتوب؟ واحد. هون شو مكتوب؟ خمسة. سالب واحد وخمسة. أيوة اختلفوا في ثلاث أعداد، معناته مباشرة بنعمل خط أعداد. مين أصغر واحد فيهم؟ سالب واحد. مين بعده؟ واحد. مين بعده؟ خمسة. النظرية شو بتقول؟ خاصة الإضافة شو بتقول؟ بتقول من سالب واحد لواحد زائد من واحد لخمسة تكامل، يعني من سالب واحد لواحد زائد تكامل من واحد لخمسة يساوي التكامل من سالب واحد إلى خمسة. شكل النظرية بتحكي؟ بس قبل ما نسويها لازم نجهز، لازم نجهز الأمور. الأولى هاي جاهزة ولا مش جاهزة؟ جاهزة. كيف عرفت إنها جاهزة؟ بشي مش لا خمسين ولا إشي. إذا من واحد لخمسة اللي هي الكبيرة، لا هاي الصغيرة، هاي من واحد لخمسة اللي هي هاي، قديش تكاملها؟ أربعة. أول واحدة خلصناها. الآن نيجي على هاي جاهزة ولا مش جاهزة؟ جاهزة. خلاص بنعمل ناقص ثلاث هون وناقص ثلاث هون عشان نخلي الثلاثة تروح بطرف لحالها، صح؟ غلط. غلط. شو يا ماجد؟ لا ناقص. أنا لازم 20 ناقص 5 ناقص الحد الأعلى ناقص الحد الأدنى. لا بالضبط. إذا لازم أول أوزع التكامل، ما بصير أعمل ناقص 3 ناقص 3. متى بعمل ناقص 3 ناقص 3؟ لو كانت الثلاث برا التكامل، لو كانت الزائد 3 هاي برا التكامل بعمل هيك. ليش؟ لأنها هاي أول شيء بقول لك كاملها بالأول. هو التكامل شو معناته لما حاط لك يا جوا قوس زي هيك؟ هسه في فرق بين هاي المسألة وهاي المسألة، ما في فرق. دقيقة شوي خلنا نتفاهم عليها هاي، لأنه هاي كثير بلخبطوا فيها. في فرق بين هذا السؤال وهذا السؤال؟ صح. الثلاث هون خارج التكامل هون بس على هاي، والثلاث طالعة برا. إذا لازم أشي أوزع التكامل. يلا من سالب واحد إلى خمسة لقاف سين دال سين زائد تكامل من سالب واحد لخمسة لثلاث دال سين يساوي 20. فسيطورة بيقول تكامل من سالب واحد لخمسة لقاف سين. أنا بدي هاي، أنا هاي اللي بدي إياها، زائد الطريقة اللي أخذتها لي ثلاثة في خمسة ناقص ناقص واحد. شكل أخذناها لما يكون ثابت، نقول الثابت في الفرق بين الحدين. شو صارت المسألة هسه عياد؟ صارت تكامل من سالب واحد لخمسة لقاف سين اللي أنا بدي إياها، زائد يلا نحسب الحسبة هاي، خمسة زائد واحد ستة، ستة في ثلاث 18 يساوي 20. الآن بنطرح 18 من الطرفين، هون بقبل منك تطرح 18 من الطرفين. ليش؟ لأنه طلعت برا التكامل، هذه بتصير صفر، فصير سالب واحد لخمسة لقاف سين تكامل من سالب واحد لخمسة لقاف سين بيساوي 2. إذا من سالب واحد لخمسة قديش قيمتها؟ هاي الكبيرة قيمتها 2، وهاي أنا مش عارف كم هي، اللي هي التكامل من سالب واحد إلى واحد لقاف سين دال سين، هاي اللي مجهولة عندي. بقدر أطلعها ولا ما بقدر؟ بقدر. كيف؟ إذا بعكست الإشارة. لا ولا تعكس شيء، ولا تعكس شيء. هاي يا سيدي سميها سين، يعني هاي ألف. هاي شو سميها؟ سميها سين. إذا صارت سين زائد أربعة تساوي 2، ودي الأربعة على الطرف الثاني، إذا 2 ناقص 4، إذا سين شو تساوي؟ سالب. يعني كأني بقول إنه التكامل من سالب واحد لواحد لقاف سين دال سين يساوي سالب 2. هسا نرجع للسؤال تاعنا، خلينا نشوف شو السؤال بيحكي، شو بده مني يعني. فجت قيمة هياتا، أول شيء بده من خمسة لسالب واحد، طلعناها ولا ما طلعناهاش؟ طلعنا من سالب واحد لخمسة، طلعناها 2، إذا هاي شو بتطلع؟ ناقص سالب 2. سالب 2. ممتاز. ومن واحد لسالب واحد بده من واحد لسالب واحد اللي 2. اللي 2 عكس. لو قال من سالب واحد لواحد كان حطيت سالب 2. وهاي هذا جهزها هو. جهزها أول، يلا جهزها. تكامل من خمسة إلى واحد، هاي انساها اللي هون، اعتبرك شايف مش شايفها، اشتغل على المسألة بس.
لقاف سين دال سين ناقص تكامل من 5 إلى 1 ل 4 سين دال سين. شو سويت؟ وزعتها. يلا الثلاث بطلعها برا التكامل. شو رأيكم نقلب الحدود؟ شو رأيكم نقلب الحدود هون؟ بصير نقلبها ولا تخليهن هيك؟ خليهن بدناش نقلبها بلا تخربطوا فيها. هاي قاف سين ناقص هاي بدنا نحسبها على السريع تطلع 4 سين تربيع على 2 والحدود من 5 الى 1 صح هيك؟ تمام. يلا الان هاي التكامل اللي هون انا مش علاقه فيه بكتبه زي ما هو اصلا ما بقدرش احسبه يعني بدي اجيبه من وين؟ من هون بدي اجيبه من الرسمه هاي. تمام يلا بس ضايل نحسب هاي ناقص يلا نحسب الأربعة مع الاثنين هون بتختصر بصير اثنين وراح نعوض أول مرة بواحد بعدين نعوض بخمسة يلا عوض بواحد واحد تربيع واحد تربيع اثنين في واحد تربيع اثنين في خمسة تربيع يلا هات نكمل حساب. طب إيش تكامل من خمسة لواحد؟ ما عنديش تكامل من خمسة لواحد أنا عندي من واحد لخمسة أربعة سالب أربعة إذن سالب أربعة إذن ثلاث ضرب سالب أربعة هاي أول واحدة خلصت ناقص يلا هون بدنا نعمل حساب عادي اثنين اثنين ناقص خمسين خمسين اثنين ناقص خمسين قديش هاي سالب 12 سالب 48 سالب 48 إذن صارت سالب 12 زائد 48 ويساوي 48 خلصت طويل يعني السؤال بس يعني ما فيه فكرة صراحة يعني بس إنه تدريب على استخدام الإيش تدريب على استخدام إيش القوانين يعني إنه الخواص أو القوانين اللي أنتوا أخذتوا مش أكثر. طيب نشوف غيره هذول لما أقول لك جد قيمة الثابت باب بتعرفوا تحلوهن سؤال ثاني يلا تعال شوف هو وتسعة ناخذهم مع بعض كيف نسوي اول واحدة نفتح اول شيء ندخل ثلاثة على اثنين باء نعوض الحدود يلا يعني لأنه ثابت لأنه تكامل ثابت فتكامل الثابت هو عبارة عن 2 باء مضروبة في الفرق بين الحدين 3 ناقص سالب 1 هيك شو يساوي الجواب؟ 12 خلص معادلة صارت 3 زائد 1 4 4 ب 2 8 8 باء يساوي 12 يعني باء يساوي 12 على 8 خلص اللي بعديها طبعا ممكن أن نوزع الحدود صح؟ نعم هون بتقدر ليش توزعي ولا شيء كامل عادة على طول يعني كامل 2 سين ناقص 1 شو تكاملها 2 سين تربيع 2 تربيع على 2 يعني مرة واحدة اوزعها يساوي 0 هيك اسهل لي انا هسه 2 مع 2 تختصر مرة بدي اعوض بباء ناقص مرة بدي اعوض بأربعة بيطلع الجواب 0 احنا بنعوض مكان كل سين يلا عوض بباء سير باء تربيع ناقص باء وعوض بأربعة 16 ناقص أربعة إذا صارت باء تربيع ناقص باء هون 12 ناقص 12 يساوي صفر حللها باء باء أربعة ثلاث سالب موجب إذا إما باء سالب ثلاث أو باء أربعة يعني بس مجرد كامل واحسب هلا إيميل لو فصلتيها عادي نفس الطريقة راح تعطيكي نفس الجواب اللي بحس حاله بتلخبط يعمل كل واحد لحاله تعال نسوي هاي نفصلها بدناش نعملها زي ما سويت أنا قبل شوي بقول هي تكامل من صفر إلى ثلاث لباء سين تربيع دال سين زائد تكامل من صفر إلى ثلاث لاثنين دال سين وساوي سالب 21 يعني وزعت التكامل على الحدين يلا كامل هاي هسه با سين تكتيب على ثلاث الحدود من صفر إلى ثلاث زائد هاي اثنين في بدون اثنين سين اثنين في ثلاث ناقص صفر أسرع لك لما يكون ثابت ماجد قول العدد اللي هون في الفرق بينهم
أسهل لك بس للثابت بتعملها. تمام. يلا كمل. هاي راح تصير. لما نعوض هنا بثلاث. يعني هنا تعويض بالحد الأعلى ناقص تعويض بالحد الأدنى زائد إيه؟ تسعة. هون قديش راح تطلع لنا؟ ثلاث ناقص صفر ثلاث، ثلاث اثنين ستة، معناته هاي ستة. سالب واحد وعشرين. يلا هنا بدنا نعوض 27 باء على ثلاث. هنا صفر. صح كلامي؟ تمام. اختصر. 27 على 3 9. 9 باء بس هون تكعيب لازم. لا بدون تكعيب آسف. 9 باء ناقص صفر 9 باء زائد 6. زائد. يساوي سالب 21. إذن سالب يساوي سالب 27. إذن باء يساوي سالب. على ثلاث. على تسعة على تسعة. لأن أنا بدي بقى لحالها. أتوقع بسيطات جدا جدا بس هي مجرد اجري التكامل وعوض. اجري التكامل وعوض. بس. لو حليت لك سؤالين منهن كأنك حليت الأربعة. طب تعت ميل المماس هاي. بقول لك ميل المماس يعطى بالقاعدة. يعني قاف فتحة سين مش اتفقنا احنا ميل المماس بنكتب هيك؟ تمام. شو نعمل بعديها؟ نوزع نعوض النقاط هي سين وصاد. قاعدة الاقتران لا يا رجل. انا بدي قاف سين. ما شو يعني جد قاعدة الاقتران؟ يعني جد قاف سين. نوزع تمام بكامل توزعوا ماشي ماشي فهمت توزعوا هيك يعني قصدك 3 س 3 س زائد 2 زائد 3 س تربيع زائد 2 س خرجتها اكثر 3 س تربيع زائد 5 س زائد 2 بيساوي ق فتحه س تمام طب بعدين لسه ما حليتوش نعوض باثنين وسالب واحد يعني منحط اثنين سالب واحد خطأ 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 هذه إذا كانت سين هاي قاف سين طب أنا وين قاف سين أصلا مش عندي ما هو بكامل قاف فتحة عشان يصير قاف سين بلغي المشتقة كيف بلغي المشتقة بكامل الطرفين بقول تكامل قاف فتحة سين دال سين عشان أطلع قاف بكامل الطرفين يعني أنا ليش ركزت على هاي؟ أنتوا بلشتوا تعملوا إجراءات حسابية، ليش تعملوا إجراءات حسابية؟ بالأول من البداية يقول لي أنا لازم أكامل الطرفين عشان ألغي القاف فتحة. فبصير هلا بنستخدم النقطة هاي. بتطلع هون 3 س تكعيب على 3 زائد 5 س تربيع 2 زائد 2 س زائد ج. هيك الأصل تسويها. الآن بنستخدم النقطة عشان نطلع ج. يعني قاف الاثنين نعوض باثنين مكان س اثنين. هنا الثلاث راح تروح تكعيب زائد 5 على 2 في 2 تربيع زائد 2 في 2 زائد جيم شو يساوي الجواب سالب 1 يعني محل السين حطيت 2 ومحل قاف السين شو حطيت سالب 1 بس مجرد حساب عشان اطلع قيمه جيم بصير هون 8 زائد هاي 4 مع 2 هون بتشطب بصير 10 زائد 4 زائد جيم يساوي سالب 1 18 و 4 قديش؟ 22 22 زائد جيم يساوي سالب 1 يعني جيم شو تساوي؟ 23 وين الحل؟ الحل لسه ما كتبته الحل لازم أعيد كتاب مرة ثانية بقول قاف سين تساوي القاف سين تكعيب بالضبط القاعدة بدون جيم بس زائد 5 سين جيم بعوض زائد 2 ناقص 23 ايوه هيك انا بكون حليت كامل بدون ما تكتب هاي بكون بنقصوا لك علامه ليش لانه انت ما كتبت القاعده هو بدك وجد قاعده الاقتران يلا جد المساحه خلينا ناخذ هذول الاسئله كلهم مع بعض صعبين شايفين انه العاديات عاديات عاديات ما في شيء هنا افكار يعني حتى وما انتم لكم يعني واتوقع ان شاء الله ان شاء الله يعني الامتحانات راح تكون سهله كثير بالسنه السنه الماضيه كانت سهله لا ان شاء الله السنه اسهل ان شاء الله يلا كيف نحل سؤال المساحه اول شيء هاي دقيقه خلينا نتفاهم اول شيء هاي مش مطلوبه سوري
ما الذي حصل؟ راحت المسألة. كأني قلبت. قلبت الصفحة. لا ما. لا. راح السؤال. طيب مش مشكلة. السؤال الأخير قصدي رقم 12 هذا محذوف. مش مطلوب منكم. تعد اضمحلال والنمو والأشياء هاي. عشان هيك أنا كنت بدي أحذفه بس. إيش اللي قاعد بصير؟ مش عمال بنقل الهاي. ناخذها ماله بطل ينقل نقلب الصفحة مش مشكلة عشان نشوفها على صفحة ثانية هاي بس شو مالها علقت يلا هات نشوف كيف نحل سؤال المساحات نحدد الاقترانات والحدود يلا الاقتران قاف سين الأولاني اللي هو 3 سين تربيع ناقص 27 وها سين الاقتران الثاني اللي هو صفر اللي هو محور السينات سين يساوي سالب 4 سين يساوي صفر بعدين شو بنعمل؟ 3 سين تربيع ناقص 27 بنسوي من فبه 3 سين تربيع ناقص 27 يساوي صفر 3 سين تربيع يساوي 27 سين تربيع يساوي 9 سين تساوي زائد أو ناقص 3 طيب بعدين؟ بعدين نكتب نعمل خط أعداد أنا الحدود عندي من سالب 4 إلى إيش؟ إلى صفر. إلى صفر. الثلاث خارج الفترة ما ليش علاقة فيها. إذا أنا مين بتمني الآن؟ سالب 3. إذا بجيب تكامل من سالب 4 إلى سالب 3 زائد تكامل من سالب 3 إلى صفر يساوي التكامل من سالب 4 إلى صفر على خاصية الإضافة. إذا إيش بعمل هون؟ بقول تكامل من سالب 4 إلى سالب 3 لثلاثة سين تربيع ناقص 27 دال سين زائد تكامل من سالب 3 إلى صفر لثلاثة سين تربيع ناقص 27 دال سين وبعمل حساب على موارد خربط بلغي الكتابة على العموم بعد ما نخلص من القصة هذه كلها شو بنعمل؟ إذا طلع معانا جواب سالب وإحنا بنحل شو بنعمل فيه؟ نحط القيمة المطلقة بالضبط بنأخذ الموجب أتوقع ما في داعي نكامله يعني سهل طيب وهذا نتحرك نقطة مادية شو معطيك هو؟ معطيك التسارع صح؟ تسارع شو حكينا بنسوي التسارع شو بنكتبه؟ دال فاعل دال خطأ نكتبوا دال عين على دال نون صح؟ صح إذا التاء نكتبها على طول دال عين على دال نون هذه كلنا نكتبها دال فاء على دال نون العين وبس سلامتكم التكامل عادي يعني بسيطة جدا بس أول بنضرب تبادل بنقول دال عين تساوي 12 نون قاعد بفك في القوس ناقص 12 نون تربيع دال نون كامل الطرفين يصير عندنا عين تساوي 12 نون تربيع 2 ناقص 12 نون تكعيب على 3 زائد جيم الجيم كيف بطلعها؟ بطلعها من هاي إنه السرعة الابتدائية تساوي 3 يعني معوض مكان نون صفر بيطلع الجواب 3 فكيف بنجيب الموقع الابتدائي؟ بنرد من كامل الجواب اللي طلع معانا رد من جاء من كامل جواب اللي طلع معانا شاهدنا ليش صار يحذف هذا طيب نرد نعيدها هون عين نون بس اكتبها على السريع او عين يعني اذا بتحبوا تكتبوا عين او عين نون ايش تساوي كيف كملناها متذكرين 12 نون صارت 12 نون تربيع على 2
ناقص واحد ناقص 2 نون، هنا تربيع بصير تكعيب على 3 زائد جيم، وهو معطيني انه عين 0 تساوي 3. هو حاكي لي هيك صح؟ الان مو بحذف عين الصفر تساوي 3. شو بنعمل في هاي الحاله؟ نقول هون 12 نون تكعيب على 3 خلص زائد جيم، طبعا لازم نكتب زائد جيم لان نختصر. ايوه عين نون تساوي 6 نون تربيع ناقص 4 نون تكعيب زائد جيم زائد جيم. الان لما نعوض محل نون صفر المفروض عين تطلع 3 يعني منها جيم تساوي 3. راح نستنتج منها انه جيم تساوي 3 اشكل اللوح ترى. على العموم بس نخلصها شو بتسووا في الجواب اللي طلع؟ شو بنعمل في الجواب اللي طلع؟ نكمل كمان مره، نرد نكمل مره ثانيه عشان نطلع المسافه. بس هاي الفكره تبعتها في هالفكره يعني. هاي كل اسئله الوحده. هاي الاخيره مش عليكم. استاذ ايوه هل السؤال التوزيع الطبيعي؟ اي واحد ذكريني فيه. اجت قيمة الثابت ألف. احكي السؤال، ذكريني في السؤال بس. هذا إذا كان 1000 طالب تقبل إحدى الجامعات تتخذ شكل التوزيع الطبيعي. أيوة توزيع طبيعي، هم 1000 طالب. نعم 10,000 طالب. 10,000 طالب ما له صار يشكل. استنى شو، خلينا نفتح شيء ثاني أكتب عليه أحسن. بده ريستارت انا بس. نفتح شيء ثاني نكتب عليه. شكل. يلا. هم كم طالب حكيتي لي؟ 10,000 طالب. 10,000 طالب. تقبل إحدى الجامعات، تتخذ أيوة. شكل توزيع طبيعي بواسطة حسابه 74. المتوسط قديش؟ 74، والانحراف المعياري؟ ستة. ما وكانت نسبة الذين تقل علاماتهم علامات الطبول. لحظة بس هاي حبة حبة، نسبة الذين تقل علاماتهم عن علامة القبول في كلية العلوم التابعة تلك الجامعة. القبول ايوه قديش؟ تابعة تلك الجامعة 8643. 8643 من 10,000. تجد قيمة الثابت ألف هي لام المعادلة لام السين قيمة أكبر أقل حيث لام سين أقل أقل ولا أكبر؟ أقل 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 من ألف أقل من ألف تساوي 8643 من 10. يعني نفس النسبة الموجودة هون. فبدنا ايانا احنا بنقدر نطلع قيمة الف ونطلع كم عدد الطلاب كمان. طبعا هسه لما يقول لي نسبة الذين تقل علاماتهم انها القد شو معناته؟ معناته انا بدي اتخيل الشكل. كيف بدي اتخيل الشكل؟ بتخيله بهذه الطريقة، منحنى طبيعي كويس، وعندي هون الف اللي انا مش عارف كم المساحة تحت المنحنى قديش طالعة؟ 8600 العدد هذا كويس. بروح على الجدول هنا، بروح على الجدول. طبعا مستحيل تحلوا هذا بدون جدول، يعني لازم اروح على الجدول. بروح بدور بالجدول على العدد هذا اللي هو 8643. طبعا المرتبات التصاعد يعني 8643 هاي العدد شايفينه؟ لقيته. اذا 8643 هي ضمن مين؟ هي تحت مين؟ واحد بالعشرة. بس هاي الواحد واحد بالعشرة علامة إيش؟ علامة زائية. يعني هون بالجدول هاي زين مش ألف. الجدول ما بحسب على ألف، بحسب على زين بس. إذا زين شو طلعت معاي؟ واحد واحد بالعشرة. خلص العلامة المعيارية صرت عارفها. طب إحنا بنعرف إنه العلامة المعيارية زين شو بتساوي؟ بتساوي العلامة الخام ناقص المتوسط على الانحراف. مش هيك إحنا بنعرفها؟ تمام. يلا كمل. زين صارت واحد واحد بالعشرة تساوي العلامة اللي أنا مش عارفها كم هي ألف هاي. نعم هاي هي ألف كويس ناقص
ال 74 على 6. بس هسه كل العملية عبارة عن ضرب تبادلي وحل معادلة. هيك بكون حطلعنا قيمة ألف المطلوب. عكسية. هذا مش مطلوب منكم أنا. ما في عندكم أسئلة عليه. تمام. يعني ما شفت أسئلة أنا على هذا الموضوع عندكم، يعني ما أظن مطلوبة. أوكي؟ لأنه هاي إذا بنفتحها تكثر الأسئلة عليها، يعني في لها حالات كثيرة هاي. يعني ممكن نسأل واحد عن أي شيء صح؟ أوكي. إحنا راح نرجع ترى المرة القادمة لإيش؟ لسياستنا العادية، اللي هي إيش هي السياسة العادية؟ إنه نقعد نحل امتحانات توجيهي كاملة. تمام. نمسك امتحان ونحله. تمام. كامل بإذن الله.